بالبداية طبعا أرحب بكم، وبالخصوص هذا هو اللقاء لي مباشر مع مجموعة من الصحفيين، فيعتمد على مبدئين: مبدأ الصراحة، الصراحة ثم الصراحة ثم الصراحة، ما عندي غير الصراحة. لقاء وياكم اليوم يصادف تقريبا في نفس تاريخ مؤلم أو جرح في تاريخ العراق، هو يوم 10/6 عام 2014. هذا التاريخ هو حقيقة طعنة في تاريخ العراق، انتكاسة حقيقية يجب أن نشخص الأمور نتعامل بها بكل واقعية. هناك محاولة من قبل مجموعة إجرامية، من قبل عصابات داعش، محاولة إذلال وطعن كرامة المواطن العراقي، ولكن بوحدة شعبنا، بتضحيات العراقيين، جيش، شرطة، شرطة اتحادية، حشد الشعبي، باشمرقة، وبدعم الأصدقاء وجيران العراق انتصرنا والحمد لله، وتحول العنوان من جرح العراق إلى نصر العراق. واليوم داعش أصبحت أوهام الدولة أو الدولة جزء من الماضي وذاكرة في ذهن العراقيين يجب أن لا تتكرر ولن نسمح لها أن تتكرر. ولكن يجب أن نكون صريحين، لماذا الذي حصل؟ نكسة 2014 كانت نكسة بمعنى الكلمة، لم تكن صدفة. أي واحد يقول صدفة مؤامرة، لا، لم تكن صدفة. انتكاسة الموصل والتجرؤ والتجاسر على الموصل لم تكن صدفة، كانت نتيجة لسوء الإدارة والفساد والكراهية والطائفية والعنصرية أنتجت هذا الوضع. أقولها بكل صراحة، ما عندي شيء جامل. انتكاسة الموصل كان سببها سوء الإدارة، ونشرت هذه الانتكاسة مع الأسف الحقد والضغينة عند البعض، ولكن الحمد لله شكر عبرناها. الموصل انتكست عندما حولنا الاقتصاد العراقي عبد إلى النفط. عندما تكون دولة مثل العراق بتاريخ العراق، بلد عمره 6000 سنة، مهد الحضارات ومتعدد الخيرات، الزراعة، النفط، الماء، التجارة، الصناعة، عندما تحول اقتصاد بلد إلى عبد للنفط، هذه النتيجة. ولهذا الدول النفطية دائماً على تحديات عندما تعتمد على النفط. العراق ماضي كان يعتمد على النفط في السبعينيات، ميزات العراق تعتمد على النفط بين 30 إلى 40%، 60% يجيب العراق. شلون نجيبه؟ كنا نعتمد على الصناعة، التجارة، الزراعة. لماذا تحول الاعتماد على النفط بهذه النسبة اليوم؟ اعتماد الحكومة العراقية منذ عام 2003 لحد اللحظة على النفط وصلت إلى نسبة 94.7، تقريبا 95% على النفط. وعندما تنهار أسعار النفط انهار الاقتصاد. من يتحمل المسؤولية؟ ولماذا لم تفكر الحكومات السابقة بدون استثناء أن تبني اقتصاد؟ ولهذا عندما تعرض دول العالم إلى انتكاسات بسبب وباء كورونا، لأن اقتصاد، إحنا اقتصادنا منهار، مو لأن اقتصادنا قوي، لأن كذبة الاقتصاد مو موجودة، ما عندنا اقتصاد، عندنا فقط مالية، نعتمد على المال، على النفط، بيع نفط، جيب الفلوس وزعها على الوزارات، ولكن اقتصاد حقيقي ماكو، نظام مصرفي ما عندنا. ولهذا دول العالم تتقدم من يكون عندها اقتصاد حر قوي ويكون هناك رؤية اقتصادية، احنا ما عندنا رؤية اقتصادية. اما الحديث وبدون اي استثناء، اي شخص يقول كنا نعطي اقتصاد
وزراعة أقول لك كذاب. أنا البارحة كنت في الموصل، العراق العام الماضي دفع للفلاحين قريب المليارين دولار لشراء الحنطة والشعير، والحنطة والشعير يشتريها الحكومة العراقية من الفلاح 3 أضعاف سعرها العالمي، 3 أضعاف لدعم الفلاح. الفلاح المسكين يزرع ويتعب والحكومة تدفع 2 مليار. والبارحة في الموصل بعيني شفت الحنطة العام الماضي متروكة في المخازن وتلف بها. هذا هدر لمو هدر؟ هدر هذا. فنحن اليوم نعاني من سوء تخطيط. أنا رئيس وزراء أقول لكم بكل صراحة، هاي رسالة لكم كصحفيين وللشعب العراقي. أنا جئت بظرف غير طبيعي، أنا جئت رئيس وزراء لأنه ظروف اجتماعية فرضت على الحكومة الماضية أن تقدم استقالتها، وأنا جئت نتيجة وضع معين، وضع اقتصادي منهار، اضطرابات اجتماعية، انهيار أسعار النفط، وباء كورونا، وصراع إقليمي. العراق ممكن يكون سهلة بهذا الظرف؟ أنا ما أكون فرحان أكون رئيس وزراء ولا راغب أكون رئيس وزراء. وأنا منذ عام 2018 كنت مرشحاً أن أكون رئيساً للوزراء ولكن رفضت. وتعرفون ما حصل قبل تكليفي؟ أنا كلفت واعتذرت، ولكن من وقف بعيني هو الشعب العراقي. أقول بكل صراحة، شفت الفقراء، شفت المساكين، شفت الأرامل في السماوة، المنطقة الفقيرة العراقية. كلكم تتذكرون في رمضان الصور انتشرت عن بعض النساء العراقيات في السماوة كيف اصطفوا في طابور طويل للحصول على الوقود. فأنا جئت بهذه الظروف، هذا الشيء يتطلب، أقولها بكل صراحة، يتطلب من عندنا أن نأخذ إجراءات إصلاحية وإجراءات حقيقية وليس مجاملة. نحن اليوم عندما يتمرض أحدنا ويكون هناك مرض خطير، من غير معقول شخص مصاب لا سمح الله في مرض السرطان أقول له أنت مصاب بإنفلونزا. يجب أن نشخص ونكون صريحين. أنا لم أتي لكي أكون صاحب مشروع سياسي، ولا أكون صاحب مشروع سياسي، أنا جئت فقط لخدمة ناسي وحدي. لن أقبل برئاسة الوزراء إلا بشرط واحد، هو ما شفته بعيون الفقراء والمساكين العراقيين. وعندما شفت ماضي العراق في بعض الأحيان أفضل من حاضرنا، هذا العراق عمره 6000 سنة، العراق ليس دولة صغيرة. هذا يتطلب صراحة ويتطلب مواجهة حقيقية لمعالجة الأسباب. ولهذا السبب أنا عمر حكومتي حقيقية الفعلية هي أسبوع واحد. السبت الماضي اكتملت الكابينة الوزارية، ما صار لي عمري بالحكومة 6 أشهر أو 7 أشهر. ولهذا أرفض المزايدات السياسية من البعض. أنا لم أتي الانتخابات وواعد المواطنين بالتعيين وعين آلاف الأشخاص قبل الانتخابات، هذا تزوير الانتخابات، هذا لعب بنتائج الانتخابات. يمن أغري المواطن بالتصويت لي مقابل التعيين. ولهذا الدولة العراقية اليوم متعبة بالترهل الوظيفي. العراق اليوم ب 4 ملايين موظف، على السكان أقل من 40 مليون. في دول عالمية عدد سكانها 90 مليون، عدد موظفي الدولة فيها لا يتجاوز 300 ألف واحد. ليش العراق 4 ملايين؟ ليش؟ لأن هناك في كل انتخابات هناك حملة للتعيين. ولهذا بعض دوائرنا عدد موظفي الوزارة أكثر بكثير من عدد سكان بعض الدول الصغيرة. وزارة واحدة 4 ملايين موظف في دولة عدد سكانها قريب 39 مليون، وعندنا زيادة بالسكان سنوياً 1 مليون شخص. هذه ما صار في أي دولة بالعالم، حتى في الدول الفاشلة ما صار. العراق أمام تحدي حقيقي واحتاج صراحة بيني وبين الشعب العراقي قبل أي طرف آخر، لأن ما يهمني هو الشعب العراقي.
أما المزادات والأكاذيب في هذا الوقت مرفوضة وغير مقبولة. يوم أمس عندما تكلم البعض عن تخفيض رواتب المتقاعدين واستغل حزمة إصلاحات، أنا قلت في اليوم الأول رواتب المتقاعدين لا يتم المساس بها أبدا، منذ اليوم الأول قلته وأقوله الآن. يوم أمس تم تسليم 73% من المتقاعدين رواتبهم كاملة غير أي حد من تقرب منعتها، ولكن هناك مجموعة صغيرة تم تأجيل الدفع الكامل لهم لسبب عدم توفر السيولة. مو قطع، الذي حصل هو التمويل، يعني الشخص اللي راتبه إيجار باحة ناقص 50,000 دينار عراقي يستلم بالشهر القادم، ما صار قطع. هذه الكذبة التي روج لها البعض مخجلة، عيب. الشعب العراقي لا يستحق أن يلعب أحد بعواطفه، الشعب العراقي يستحق الكثير. هذا الشعب اللي قدم الكثير من زمن صدام حسين ولحد هذه اللحظة، الشعب العراقي في كل يوم ينزف دماء. من المعيب جدا أن نلعب بعواطف الشعب العراقي ونقول له رسائل غير حقيقية. الشعب لا يستحق حقيقة، وأقولها بكل صراحة، رواتب المتقاعدين لن تمس لا اليوم ولا غدا، ولكن هناك رواتب للبعض، هناك أشخاص يستلمون أكثر من التقاعد وأكثر من راتب. لماذا؟ ليش؟ نحن قلنا لبعض الأخوان عندهم أكثر من راتب، أخوان اختار الراتب الأعلى راتب واحد. هناك نسوان عراقيات في محافظة المثنى كاتم الجوع، وفي البصرة وفي العمارة وفي الناصرية، دول نطون فرصة خلنا نساعدهم، فقلنا نختار الراتب الأعلى، ولكن ليس متقاعدين، موظفين يمتلكون أكثر من راتب مزدوج. لماذا؟ لا توجد بالدولة بالعالم تنطي أكثر من راتب لموظف، شنو القصة؟ نعم هناك عراقيين تعرضوا للظلم في زمن صدام، نعم حقيقة، وشاءت الظروف بهم أن يكونوا لاجئين في بعض الدول، بس هذا أنت عشت برا وحياتك كريمة ومحفوظة، أنطي الفرصة لأبنائك في العراق. فقلنا لهم أخوان اختاروا الراتب الأفضل الأعلى. أقولها بكل صراحة، أنا كنت أدافع عن حقوق الإنسان في زمن صدام حسين، معروف نشاط حقوق الإنسان، ومن الشباب اللي دافعت عنهم هم شباب رفحة. واحد الأخوان قبل فترة نشر صورة لي عندما جئت بهم إلى أحد الدول الأوروبية كلاجئين، وحط صورتي أنا وياه. فرفحة نعم هناك عراقيين قدموا تضحيات، التضحيات قدمناها كلية بدون استثناء، حتى العراقي العراقي كان بالداخل قدم تضحيات أكثر من عندنا. ليش ما نعطي تعويض؟ معاناة جوع، ليش ما نعطي؟ هاي مو معاناة، مو مساس بكرامته، ليش ما نعطي تعويض؟ بس العاش برا أنطي تعويض، عاش برا، بس هاي العيشة برا والهجرة ما تعطيني حق أتميز عن عراقي بالداخل أبدا. ولهذا أكو عراقيين أقولها بكل صراحة، عندي أحد أصدقاء صديق محترم يقول لي بالنص الواحد، يقول أنا عندي 15 واحد من عائلتي نأخذ 15 راتب على 1.5 مليون، وعندما حطت بنزين الدبلة بالسنة 2 مليون دولار. هاي الجريمة نعتبرها مكتفي على حساب الفقراء. أنا أسأل الذين احترضوا المبارح وإشاعوا إشاعات كاذبة على المتقاعدين المساكين أن تم قطع رواتبهم، أنا رئيس وزراء منتخب، أنا رئيس وزراء نتيجة احتكاك اجتماعي، وقلت له اليوم الأول أنا جئت اليوم لكي أحضر إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة حتى نتجاوز أخطاء الماضي. إخضاع الاقتصاد العراقي والرواتب للمزادات السياسية عيب يخدش شرفنا، يمن كرامة الإنسان العراقي بعد كل معاناة تخليها على المحك. أرجع أكرر،
المزات السياسية مو وقتها مع كرامة الناس، العراقيين يستحقون أكثر. الرميثة، تعرفون ماذا الرميثة؟ شايفين فقر الرميثة؟ أقول للسياسيين السماوة مستشفى واحدة ما بيها. أنا مو ليس ابن السماوة، أنا ليس ابن السماوة، لكن السماوة أهلي والبصرة أهلي والعمارة والناصرية وكل مدن العراق. نساء الرميثة في رمضان يصطفون بطابور طويل، بس نساء، أرامل، فقراء. ألا ما يستحقون هؤلاء النساء إلى دعم؟ هؤلاء الأطفال؟ هل الإصلاح أصبح قطع لقوت الناس أم قطع قوت الفاسدين ومزدوجي الرواتب أصبح قضية؟ وهؤلاء النساء من يدافع عليهم؟ ليش ما أعطي مراتب؟ ليش وزارة العمل تعطي مراتب؟ ليش؟ لأن ما عايشين برا؟ لو قدرهم من ولدوا في هذه الأرض الكريمة. هذا العراق ليس ملك للسياسيين، هذا العراق ملك للشعب العراقي. أقولها بكل صراحة، الشعب هو مالك العراق الحقيقي. نحن اليوم في أمس الحاجة للصراحة والمصارحة. أرجع أقول، من المعيب أن يزايد علينا أحد وعمل حكومة صالحة أسبوع. من ضيع الموصل وسمح لداعش أن تسيطر على ثلث العراق، لولا أبطال العراق من الجيش والحشد والأجهزة الأمنية والشرطة الاتحادية والبشمركة وأصدقاء العراق، لكانت داعش لحد هذه اللحظة تلعب بضمائر العراقيين. ولكن أبطال قواتنا الأمنية، الجيش والحشد والبشمركة والشرطة الاتحادية لعبوا دور لحفاظ كرامة العراقيين. ولا الناس يجب أن نحميهم ونحفظ كرامتهم. لو كنت أفكر بمصالح انتخابية أو مشروع سياسي لكذبت على الناس، أنا كنت صريح أن وزير مالية شاطر، رجل محترم، وأسسنا خلية بهذه الحكومة للإصلاح المالي والإداري، للمالي والإداري، وقدمنا مجموعة مقترحات وتكلمنا بكل صراحة عن كل آفاق الإصلاح والهدر بالمال، وقدمنا رؤية. البعض هذا يحول هذه الإصلاحات إلى مهرجان انتخابي وانتخابات بعدها ما جاية. قانون الانتخابات المفروض يحتاجه نقاش طويل مع الكتل السياسية لإصلاحه. قالوا من بعد ما عندنا مفوضي، عندنا عليه نقاش بين الكتل السياسية. يجب أن نحضر أخوان على كيفكم، انتخابات بعد ما بدت. التشهير والتسقيط ليست من شيمة الفرسان. العراق يستحق الكثير من التضحية، والشعب العراقي يستحق الكثير. العراق أول من علم العالم الكتابة والزراعة والموسيقى، وعلم الأديان والفلاسفة. يستحق كثير، يستحق الكثير. أرجع أقول، لو كنت أفكر بمصالح سياسية وعندي طموح سياسي كان كذبت على الناس. وعود تعيينات وتبرير شوارع ومدن متطورة إلكترونية. العالم تغير، ولكني اعتمدت على مبدأ المصارحة مع الشعب. قلت في اليوم الأول هذه حكومة أفعال وليست حكومة كلام. لهذا اليوم أنا أول يوم أطلع معكم، ألتقي مع زملائي وأصدقائي وأخواني الصحفيين. اللي أحتاجه هو الدعم والفرصة لبناء إعادة هيبة الدولة، مؤسسات الدولة، حمايتها. وأقولها بكل صراحة، أنا صار الأسبوع ومؤسساتنا الأمنية تم استنزافها في الحرب ضد داعش بسبب أخطاء السياسيين أو الإدارة أو من أدار حكم العراق. ولكن يجب أن نعيد هيبة الدولة. ولهذا أقول بكل صراحة، لن نقبل الاعتداء على مؤسسات الدولة تحت عنوان معين. المتظاهرين من حقهم يتظاهرون، وهذه حقوق، وهذه عملية سامية أن المتظاهر يطلب عن حقوقه.
ولكن بطريقة تليق بحقوقه، طريقة سلمية، وبطريقة لا تهين الدولة أو كرامة موظفي الدولة. ولهذا هناك إجراءات تم اتخاذها بكل هدوء فيما يخص بعض المتجاوزين. تعرفون حادث الشاب الذي تم قتله من المتظاهرين في ساحة التحرير قبل أسبوع من جماعة حيدر الجريدي، في نفس اللحظة طلبت لجنة خلال 24 ساعة تلقي لي وين هذه العصابة موجودة. والحمد لله والشكر اعتقلنا 2 من العصابة، والبارحة بالليل اعتقلنا رئيس العصابة وهو الآن تحت يد الأجهزة الأمنية. اعتقلناه واعترف بجريمة القتل والحرق والتعذيب، واعترف بجرائم قتل أخرى لبعض المتظاهرين في ساحة التحرير. اعتقلناه البارحة، ولكن نحتاج أن نهيئ الظروف الطبيعية لكل إجراءاتنا بطريقة تحفظ هيبة وكرامة الدولة. كما ذكرت أطمن الإخوان أهلي وشعبي، وبالخصوص من فئة المتقاعدين، رواتبكم لن تمس. ما حصل هو إجراء بالتمويل، أركز عليكم التمويل ليس استقطاع، تمويل. تمويل شنو؟ وزارة المالية تمول هيئة التقاعد بالمال اللازم لدفع الرواتب المتقاعدين. التمويل كان ناقص بنسبة معينة بسبب غياب السيولة، وسوف تدفع لهم بالوقت المناسب، حل يومين تندفع أو بالراتب القادم. هذا إجراء فني، فما أكو خطأ. يؤسفني أنه البعض صدق هذه الكذبة وبدأ يتداولها لإسقاط الحكومة أو تسقيطها. أنا أقول نصيحة للبعض اللي يسقط حكومة، لا تتعب نفسك. نحن باقين لمشروع الإصلاح، ورهاني على الشعب العراقي، ما عندي شريك غير الشعب العراقي، أقولها بكل صراحة. اعطوني فرصة، أنا لم أكن عندي شبق للسلطة ولا رايد أكون رئيس وزراء، تعرفون أغلبكم. أنا جاي أكون خادم لهذا الشعب، ترضوني خادما شرف كبير. البارحة كنت في الحمدانية وقائم مقام والوجهاء ورجال الدين من المسيحيين والمسلمين كانوا يشتكون من بعض الخدمات، وأقول بكل صراحة صدمت بما شاهدت في الحمدانية من نظافة وتنظيم ونموذج نوعي للإدارة. أحيي القائم مقام وأحيي مسؤول البلدية في منطقة برطلة في سهل نينوى على حسن الإدارة. فقلت إخوان أنا مسألة ساعدكم، ولكن هذا ما شفت اليوم حسسني بالسعادة. ولكن ماذا أقول لابن البصرة والعمارة والناصرية والنجف؟ والله خجلت، قسما بالله، قسما بالله خجلت، أخجل. لما أتذكر نسوان رميثة أخجل، أقول يا قاع يشقوا بالعيني، عيب. بهذه الروحية نحتاج أن نحس بعالم الآخرين. مدننا بالجنوب مدن محرومة، محرومة في زمن صدام، والآن صارت مع الأسف في أحد ضحايا صدام حسين محرومة مرتين، وتحت عناوين براقة وشعارات ووعود. كفى، الشعب العراقي يستحق السلام والهدوء، كفى دم، هاي الدماء مو رخيصة. نحتاج نعطي فرصة لهذه الحكومة للبناء. أرجع أقول الإجراءات اللي سوف نتخذها قريبا هي إجراءات إصلاحية لإصلاح الوضع المالي والإداري بالدولة. البعض لا يستسيخ هذا الإصلاح لأنه سوف يتضرر، وبالخصوص الفاسدين ولعتهم مصالح، ومن أصلحتهم أن يتم هناك إصلاحات حتى يبقى. أغلبكم عايشين في بغداد، أتمنى من عندكم تركبون سياراتكم تروحون إلى صدر القناة. هذا مشروع تطوير صدر القناة. أعرف البعض من السياسيين سوف ينزعج من كلامي، وبعضهم أصدقائي وسوف ينزعجون من كلامي. هذا الشارع تطويره زراعيا ومتنزهات، ك
كلف أكثر من مليار دولار. روح شوفوه مكب للنفايات. ليه صرفتوا عليه مليار؟ ليش حولتوا مكب للنفايات؟ خب من أول يوم يقول هذا عنوان مكب للنفايات. من يتحمل المسؤولية؟ ليش سويتوا مشروع ما تقدروا نديره؟ مثل المستشفيات اليوم عندنا، بعض المستشفيات في مدننا إنجازها واصل إلى 97%، ونعمل على إنجاز 3% في أسرع وقت، ولكن بنفس الوقت حارين بعملية إدارتها حتى من حولها مثل مستشفى حلة اللي افتتح أقل من سنة، مستشفى ناجح ممتاز، ولكن في اليوم مشكلة في الإدارة. مع كل هذا عندنا لجنة خاصة لمستقبل إدارة المستشفيات بطريقة تليق بكرامة المراجع من المواطنين العراقيين. أكرر المرة الأخيرة، سنبني العراق بكل التأكيد، سنبني العراق بالتعاون سوية، ولكن نبدي بالصدق وليس بالمزايدات والأكاذيب. لن أكذب، ما عندي خيار، خياري الوحيد هو الصدق والشفافية مع الناس، لأن ما عندي مشروع سياسي ولا عندي طموح انتخابات قادمة، ولكن مستعد أن أخدم بلدي خادما إلى أخير نفس في جسدي. أنا البحر الموصل والأجهزة الاستخبارية الزورية كثر من أكثر من تقرير أن أنت مهدد بالاختيار بالموصل، لا تروح. قلت لا والله أروح. عملية التخويف والابتزاز شوف مثل القهوية حقيقة، لأن أنا جاي بهدف واحد هو خدمة بلدي وشرف تم تحميلي، أنا مستعد له. فأرجع أقول لبعض الأطراف السياسية أنا لست خائفا، وأقول لبعض الأصدقاء مع الأسف الشديد عندما أتكلم عن رواتب المتقاعدين، أخوان إحنا دافعين البارحة 73% من التقاعد بالكامل، وهذه الضجة وهذه الأكاذيب وهذه القصص لمن؟ لمصلحة من؟ كفى أكاذيب، كفى. الشعب العراقي ينتظر عندنا الكثير، وأتمنى نقول هذه الرسالة بكل أمانة. أرجع أقول عندنا بالعراق 2 مليون متقاعد، كلهم سوف يستلمون رواتبهم بدون أي نقص. الآن هذا كل ما أقول، كفى ضحكا على الناس، لا تستمعوا للسراق، لا تستمعوا إلى من يحاول أن يخدعكم حقيقة، لا تستمعوا إلى من يحاول يخدعكم وهو يستلم أكثر من راتب، كفى. أنا عمري أسبوع واحد حكومتي، فليه يصورون أنه أنا ساكت؟ أنا ساكت لسبب بسيط جدا، ساكت لأنه أريد أسس لبناء بعض مؤسسات الدولة. عندنا عملية إصلاح بالأجهزة الأمنية، عندنا مؤسسة إصلاح في الجانب المالي في الإداري، وعندنا مجموعة قوانين، وعندنا مشاريع خدمات، وعندنا لجنة تخص المحافظات. فأنا ما كنت ساكت لأنه خائف أو فشيلة، بالعكس الله سبحانه وتعالى أنعمني بنعمة الشجاعة وما أخاف، أخاف بس من ضميري، بس من ضميري أخاف حقيقة. أقولها لا يجب أن لا تنسوها يا الأخوة، نحن ورثنا تركة كبيرة، تركة بكل مجال، في الاقتصاد، في التعليم، في الخدمات، في سوء الإدارة. وأقول يجب أن نهتم بالقطاع الخاص، القطاع الخاص هو من يهض بالدولة. نحن نظامنا ديمقراطي، والنظام الديمقراطي يعتمد على اقتصاد حر، والاقتصاد الحر يعتمد على القطاع الخاص. القطاع الخاص لم يأخذ أي دور لحد هاللحظة، لأن القطاع الخاص موجود هو فقط لغرض استنزاف ثروات البلد عن طريق الكوميشنات والفساد. الفساد ستكون هناك له حصة في هذه الحكومة، محاربة الفساد، ولكن بالوقت المناسب. نحن نحدد ساعة المعركة وليس الآخرين يجرون لها. وأقولها بكل صراحة، سوف يزعل مني الكثير من أصدقائي ومن أقربائي ومن بعض الكتل الصديقة لي، راح يزعلون من عندي، ولكن إرضاء ضميري وإرضاء الشعب وعادات الشعب عندي فوق كل اعتبار، وأنا أعتبر نفسي من هاللحظة شهيد حي.
أنا جاهز، أخذها من عندي. الله سبحانه وتعالى نقدم للموت أكثر مرة، ومستعد أجرب بعد تجربة حلوة تستحق، العراقيين يستحقون، وخدمة هذا الشعب الطيب الكريم تستحق. بكل تأكيد سوف نعالج الوضع الاقتصادي والمالي بخطة إصلاحية. اليوم سوف نبدأ بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحوار سيعتمد على مبدأ السيادة العراقية أولاً، السيادة ثم السيادة ثم السيادة. لن نفرط بسيادة العراق، وسوف نأخذ بنظر الاعتبار مجموعة ملاحظات مهمة جداً. رأي المرجعية الرشيدة الذي طرحته في هذا الموضوع، حاجة العراق، رأي البرلمان، ومصلحة العراق. لا نريد أن العراق يتحول إلى منطقة صراع. كما ذكرت قبل قليل، العراق يحتاج يتحول إلى منطقة السلام. بغداد مدينة السلام. هذا الشعب ينزف الدماء حقيقة منذ عام 63 لحد هذه اللحظة، منذ مجيء البعث ب 63 ولحد هذه اللحظة العراقيين ينزفون دماء. تذكروا الحرس القومي 63، كنا بعد مولودين احنا بس نسمع بيها، قطار الموت، قطار بغداد السماوة، نقرة السلمان، الجثث بالقطار يقتلوهن، الحرب مع الكرد، ثم الحرب العراقية الإيرانية، غزو الكويت، عقوبات، ومن ثم استنزاف العراق بحرب طائفية، ومن ثم قاعدة والداعش. إلى متى العراق يبدأ ينزتم؟ لماذا؟ العراق أبو الخيرات، أبو الكفاءات، شبابنا، أطفالنا يستحقون مستقبل أفضل. من المعيب أن نرضى بهذا الواقع، والله العظيم من المعيب. المتظاهرين من طلعوا هم دول ورث، طلعوا إرثعتهم أب عن جد، مكبوتين كرامتهم على المحك، طلعوا مظاهرات. فالعراق اليوم في أمس الحاجة أن يرجع واحد السلام وملتقى للحضارات مثل كان في السابق. كل الحضارات تلتقي في العراق، ولهذا العراق ليش موقع مهم، موقع استراتيجي بين الخليج وأوروبا، موقع بين الشرق والغرب، موقع بين العالم العربي والعالم الإسلامي، محيطة ثرواته هي أنت العراق. هذه النعمة من الموقع الاستراتيجي، كيف نحول هذا الموقع الاستراتيجي إلى عنصر قوة. ولهذا في الحوار كما ذكرت، الحوار الاستراتيجي سوف نعطي أهمية لهذا الحوار، ونقول كفى حروب وصراعات وكفى شعارات. حقيقة نحتاج أن نبني، كفى سلاح. المجتمع يمن يكون تحت هيمنة السلاح يفقد الكثير من قومات الاستقرار، البيئة الطبيعية للاقتصاد والبيئة الطبيعية للاستثمار. أكرر شكري مرة ثانية لكل من ساعد العراق ومن قدم التضحيات من أبناء شعبنا أصدقائنا في التحرر من داعش. أشكركم جزيل الشكر. حبيت ألتقي وأركز على القضية، ونبعث رسالة للمجتمع، نحن نبحث عن حكومة تصل بنا إلى بر السلام بانتخابات عادلة نزيهة. ولهذا حكومتي أتى ثلاث مفاصل مهمة. البرنامج الحكومي كان هو الوصول إلى انتخابات عادلة نزيهة، حماية الاقتصاد العراقي من الانهيار، ولهذا هقوم بعملية إصلاحات، وحفاظ هيبة الدولة وحفظ الأمن في هذا البلد. هذه المهمات الرئيسية. أنا حكومتي ما حتطول أكثر من سنة، سنة ونص، مجرد ما ينتهي قانون الانتخابات، إعادة تقييم المفوضية. هذه الرسالة يجب تسلم من يفوز بالانتخابات المستقبلية. يجب أن لا نفرط بما منحنا الله من خيرات، ثروات، موقع ومرجعية رشيدة. السيدة السيستاني نعمة على العراق، هذه الحكمة، هذا العقل،
الله سبحانه وتعالى عمل بالعراق، لولا حكمة السيد السيستاني لهول العراق الآن في مكان آخر. أشكركم جزيل الشكر واسمع إلى بعض الأسئلة. السلام عليكم سيادة رئيس مجلس الوزراء وليد إبراهيم الجزيرة. أسألك على التظاهرات الأخيرة اللي حدثت بعد تسلمكم الرئاسة وبعد حتى اكتمال حكومتكم، تظاهرات في النجف، تظاهرات في الناصرية. حضرتك قلت جملة قبل قليل أن هذه التظاهرات بابتزاز سياسي أو ضغط صبغة سياسية، ماذا تقصد في هذا القول؟ في هذا الإطار يوم أمس تحدث السيد مقتدى الصدر وقال أن هذه المظاهرات انحرفت عن مسارها، وقال يجب تنظيفها وتجذيبها، وإلا فإن السلم الأهلي قد يتعرض إلى الخطر. كيف تنتظرون إلى هذه التظاهرات الآن؟ أليست هي امتداد للتظاهرات الماضية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، أم أن هناك شيء آخر قطر على هذه التظاهرات؟ أولاً لم نقل أن هذه المظاهرات هي للابتزاز السياسي، وإنما اعتقد بعض السياسيين عن فيما يخص الرواتب. هذه المظاهرات هي حالة من حالات المطالب، ولكن تصرف البعض وتدخلهم بالمظاهرات لغرض ابتزاز أو الضغط حالة تحتاج إلى علاج. بعض المتظاهرين مطالبهم محقة، وبعض التصرفات بعض المحسوبين أو الدخلاء على المظاهرات مرفوضة. العنف، التعدي على الممتلكات العامة غير مقبولة، ويجب أن يتم معالجتها عن طريق إجراءات وفق القانون. شكرا. مساء الخير دولة الرئيس. عباس ناعم، مراسل قناة العراقية الإخبارية. بداية شكرا لصراحتك التي ستزعج الكثيرين بشكل مؤكد. سؤالي هنا يعني أثير الكثير من التساؤلات وردود الفعل حول الاستقطاعات المالية، واستفضت بالكثير من الحديث في هذا الجانب، لكن أبرز ردود الأفعال كانت لدى مجلس النواب العراقي الذي رفض هذه الخطوة. يعني هذا الرفض هل هو بداية التقاطع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ شكرا جزيلا. بكل تأكيد هي ليس قطيعة، وإنما هناك استعجال أو تقييم حصل لمجموعة أفكار بخطة الإصلاح. أولاً الخطة بعد يعني الكتاب لم يصدر، ولكن هناك من تسرع. مجرد ما صار جانب فني بتمويل بعض الرواتب للمتقاعدين، افتهم البعض هذه استقطاعات، فسرها بكيفه. كان مطلوب يسألون الحكومة، مجلس الوزراء أو الأمانة العامة أو وزارة المالية، تجيبهم بكل صراحة. هذه ليست استقطاعات. بكل تأكيد العلاقة مع البرلمان ستكون علاقة تكاملية، وأنا قبل لحظات أطلت عليكم إن شاء الله، عندي وفد من بعض النواب، أنا ألتقي مع النواب يوميا، وهما شركاء حقيقيين. مشكلة العراق تحتاج تكامل سياسي بين الجهاز التنفيذي والتشريعي وحتى المجتمعي، نحتاج تكامل في القصة. هذا الإصلاح الحكومة لا تحملها وحدها، نحتاج تعاون بين الجميع للوصول لحلول. الكل يجب أن يتحمل مسؤولية. شكرا جزيلا. تحية طيبة دكتور أستاذ عفوان. محمد سعد، مراسل قناة شرقية نيوز. أستاذ، هناك منافذ كثيرة في العراق لم يتم السيطرة عليها من الحكومات السابقة، متى سيتم السيطرة عليها؟ وهناك أمثلة كثيرة إذا تود نذكرها. شكرا. أنا أتفق معك. واحدة من الهدر عندنا بالمال هو عدم السيطرة على المنافذ البرية، وهو هدر يقدر بالمليارات. السبب أنه بعض الجماعات الخارجة عن القانون، وبعض الجماعات لأسباب معينة تحاول أن تسيطر حتى تسيطر على الأموال. سوف نعمل، عندنا خطة لإصلاح قطاع الجمارك والمنافذ البرية والبحرية. هالقطاع سنعطيه أولوية واهتمام كبير. أرجع أقول أنه هذا القطاع عندما سيطر عليه سوف يرفض الميزان الدولي بمليارات، تعوضنا عن كثير من المشاريع التي تحفظ كرامة المواطن العراقي. السلام عليكم دكتور الرئيس. مصطفى سالم، الواشنطن بوست. مع بدء الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، إذا ممكن تركزنا على النقاط الأساسية اللي حيطرحها العراق إلى طرف المفاوضات، وأيضا ما هي النقاط الجانب الأمريكي اللي يطرحها في جانب المفاوضات، وما هو موقفكم من قرار البرلمان الأخير من خروج القوات الأمريكية من العراق، وكيف ترون العلاقة العراقية الأمريكية في المستقبل؟
أقول بكل صراحة هذا الحوار يعتمد على مبدأ السيادة أولاً، السيادة ثانياً، السيادة ثالثاً، وسوف نأخذ في كل النظر الاعتبار في هذا الحوار ري البرلمان العراقي وكذلك ري المرجعية والكتل السياسية والتوافق الوطني ومصلحة العراق. أما فيما يخص هذا هو حقيقة ليس مفاوضات، هو حوار بدأ عام 2008، هذا تكمل الحوار وليس مفاوضات، هذا تجد بصورة واضحة. الهدف من الحوار كيفية نستفاد بترتيب العلاقة فيما يخص الشق الأمني، الاقتصادي، المالي وحتى الثقافي. أخوان شكرا جزيلا، أتمنى ألتقي وياكم باستمرار، مرة بصفة مؤتمر صحفي ومرة بصفة أصدقاء بهذا المجموع، لأن نصائح الصحفيين تقدم خدمة حقيقة للحكومة، أكيد ما هستغنى عليها، بعضنا نتفق عليها بعضنا نختلف بها، ولكن نبقى أصدقاء إن شاء الله، وبالخصوص أنا صحفي سابق. شكرا جزيلا، شكرا.